يقول نحن نعيش في بلد يمنعون المرأة أن تغطي وجهها، والمرأة التي ترتدي الحجاب قد تواجه الكثير من المشاكل، فما الحكم؟ الحكم أنها تصبر، تصبر على دينها وتحتجب، ولا أظنهم يمنعونها من الحجاب، لكن قد ينالها شيء من السخرية ومن الأذى، فتصبر على هذا، تمسك في دينها وتصبر، والله مع الصابرين.